اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده المطبخ بتاعنا تفاصيله صغيره ولكن قيمه غذائيه عاليه جدا، وبنلعب دور ان احنا ازاي نعمل سفره مختلفه لها طعم تاني وطعم جديد باقل تكلفه ممكنه، وده هدفنا من برنامجنا. معانا الرز البسماتي النهارده هنعمله بالزعفران. الزعفران لون الرز وسكه البرياني، والاولاد بيحبوا ياكلوه من بره، فاحنا هنعمله النهارده بالزعفران ونشرح لون الزعفران، هل ممكن بالكركم يحل مكانه، وهل نشتري الزعفران الغالي، تفاصيل كده جوه الاكله دي بما ان الاطفال بيحبوها والاولاد بيحبوها. معانا صدور فراخ النهارده هنعملها مشويه بالزبده والليمون، حاجه زي كده زي البتر فلاير هتبقى حلوه، وهنشوف نعملها مع بعض ازاي، ونشوف الفراخ المشويه ممكن نقدم معاها ايه. هل ممكن نقدم معاه خضار سوتيه ولا خضار جوليان؟ جوليان يعني شرايح او سلايز. معانا بقى البطاطا الحلوه النهارده دي حلوه بتاعنا. هي اسمها البطاطا الحلو. في منها نوعين في السوق، في منها نوع الابيض وفي نوع الاحمر اللطيف الجميل ده. هنعمل البطاطا الحلوه دي حلوه النهارده بالسكر كريسبي. تتقلي زيها زي البومفريت البطاطا المقليه، ولكن هتاخد سكر باودر وقرفه ناعمه تاكلي صوابعك وراها. تفاصيل صغيرة النهاردة ولكن المعنى كبير والطعم جديد بأقل تكلفة تخش مطبخك، اللي هو مفاتيح السعادة الزوجية والعائلية والترابط الأسري. بيجي منين يا عم الشيف؟ من غدوة حلوة، عشوة حلوة من المطبخ. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. الرز البسمتي مقاديره على الشاشه، رز بسمتي اللي هو الحبه الطويله الجميل، في منه في السوق اشكال والوان وباسعار مختلفه. يفضل تجيب الحبه اللي ظاهره على الشاشه، هتكون لطيفه معاكي ومش هتعجن منك. معانا كمان قرفه، ومعانا لومي، ومعانا حبان وقرنفل، ومعلقتين من الزبده، ومعلقه زيت، دي المقادير. ولون الزعفران، الزعفران في السوق انواع، منه الزعفران البودر اللي هو اللون البرتقالي، وفيه العقدة الصفراء، دي المسميات بتاعته في الخليج أو هنا عشان نعرفها بالظبط. زعفران بودر بتباع عند العطار، أو العقدة الصفراء المسمى بتاعه. ما لقيتيش ده تجيب الكركم بيحل مكانه، ولكن النظرية إن احنا نعمل الرز إزاي احنا مع بعض. هناخد البصل الصغير ده كده متقطع، وعندنا معلقتين زيت في قلب الطاسة، بننزل ببصلاية حلوة كده في قلب الزيت. الله، التقليبه دي كده بصلايه مش عايز اخليها تاخد لون ولكن تستوي، ودرجات تسويه البصله بيتوقف عليها الطعم، بدايه من الشوربه، بدايه من اليخني، تعملي صلصه، تحميره البصله درجات الطعم بينتقل لها على طول مباشره. ولكن مش المفروض ان انا احرقها، انا مش بعمل رز صياديه. والبصلايه بتحمر، بننزل بالقرفه الخشب اللي هي الدرسين، تاخد طعم القرفة، بننزل بورق لورو، بننزل بشوية حبهان، حبتين لومي حلوين كده بيدوا برزنتيشن عالي للطبق، ونقلبهم مع بعض. أصبحت إن البصلاية هنا فيها طعم عربي، اللي هي البهارات العربية، اللومي والقرفة والحبهان والقرنفل، معلقة زبدة حلوة، ونقلب كده. انا هيأت البصله تديني شويه رز حلوين، واستمر في التقليب. انزل بالرز البسمتي، يتغسل مره واتنين وتلاته وتصفيه من الميه يا امي. رز مصري، رز بسمتي، ما انصحكيش تحط ميه وانت نعاه على جنب، تنقعيه ساعه نص ساعه زي ما انت عايزه، لازم تصفيه من الميه جيدا. هنقلب كل دول مع بعض. بيقولوا لي في الكنترول ليه بدأت بالرز الأول؟ يعني في العادة بتبدأ بالفراخ، باللحمة، بالهوبر يعني. لأن الرز البسمتي عايز طايم من السوى. وطايم الرز البسمتي أكتر بكتير من الطايم بتاع الرز المصري في السوى. لأن النشويات والكربوهيدرات اللي موجودة في الرز البسمتي قليلة شوية. نقلب كده. خد طعم البصلة. بالبهارات الحلوه، معايا ميه بتغلي على جنب، يفضل طبعا الميه تكون بتغلي هنا، ما ينفعش احط ميه بارده من حنفيه على الرز، او عندك شوربه بتغلي على النار، بظبط الملح بتاعنا كده،
ونقلب. الزعفران هنحطه بعدين خالص اللي هو العودة. بعد الرز ما يستوي بندوب الزعفران ده في شقين، الشق العربي والمطبخ الخليجي دايما يدوبوا الزعفران في شوية مية زهر ويحطوه مع الرز لو كان برياني أو مندي أو مشخول أو الأكلات العربية الحلوة اللي احنا عارفينها. حلو الكلام؟ أما إذا احنا هنعمل شوية رز زي دولت كده بندوبهم في مية عادي أو في معلقة زيت. الرز كده جاهز زي الفل، بنحط الماء المغلي أو شوربة. خلص الرز. عيار الرز البسماتي من الميه قد ايه يا شيف؟ رؤية العين اهو، هزة بس. بيسوى الرز تقليبة كده، شفت اهو يغلي على طول. ما ينفعش بقى احط ميه من الحنفية واستنى جنب، لا اهو. نصيحتي ليكي بقى يا ست الكل، ممكن السفرة بتاعتك سفرة عليها ما لذ وطاب من اللحوم، الأسماك، الفراخ، المحاشي، كل ده، وتيجي في شوية رز ما يظبطوش معاكي. ليه؟ انت بتستسهلي بالموضوع اللي هو ألف بقى مطبخ. لما تيجي تعملي الرز يا ست الكل ألف بقى مطبخ، طبعا الأمهات شاطرين في الموضوع ده، ما نوطيش النار على الرز غير لما يكون بيغلي. دايما يقول لك اطلع على الرز لما يستوي، شفتيه بيغلي قدام عينك أثر النار عليه. طول ما هي لسه ما غليش على النار ما نقدرش نوطي النار. ليه؟ عشان الرز ما يعجدش. ثانيا الرز ما يبقاش حبه مستويه وحبه مش مستويه، وفي نفس الوقت كل الرز يستوي في وقت واحد بالشكل ده كده اهو. تنه قدام عينيا كده، مش هغطيه خالص غير لما يغلي اهو. تقليبه كده من وقت للتاني، بمجرد ما غلي ووطيت النار عليه بسيبه اهو. حلو قوي، تمام كده الرز جاهز. بعمل تركايه حلوه كده وانا شغال، قرن فلفل حلو كده لطيف، بنحطه في قلب الصلصه. في فلفل هنا اهو، تمام الحمد لله. انا بحب دايما الفلفل ده كده بيبقى في الرز بيديله شماخه. حلو الكلام. ونغطي الحله بتاعتنا دي كده ونسيبها. نغطي. ايه الصوره الحلوه دي؟ الصوره بتسبقنا عن الحديث بتاعنا مليون الف كلمه. هنغطي الحله بتاعتنا واتقل على الرز يا مغازي اهو. حلوه زي الفل كده، احنا بدانا بيه. تعالوا شوفوا ازاي نعمل الفراخ المشويه بالزبده والليمون. مقاديرها على الشاشه، وهنقدمها في لمبيه كده على جريلا سخنه تعمل جو على السفره. يعني التقديم برضه هيكون بطريقه جديده. صدور فراخ مستورده، زبده، ليمون، ثوم، معلقتين من الدقيق. تاني المقادير على الشاشه، بسيطه وسهله ولكن الطعم طعم جديد. هنتبل الفراخ الاول. حلو، عصرة ليمون معانا. التتبيلة دي مع بعض كده واحدة واحدة. عصرة ليمون مستردة، وبعدين بعد التتبيلة الحلوة اللي هو الميرينيه بتاع الفراخ من عصرة ليمون حلوة مستردة لطيفة اللي هو الخردل. مستردة نوعين في السوق، في منها الحبيبات الصغيرة دي كده، في منها المعجون ده كده لطيفه وحلوه. المستردة على فكره مشاكل الكوليسترول، بتدوب الدهون، بتنشط الدوره الدمويه في الاجزاء الدقيقه للجسم، بتفتح الشهيه، الحموضه بتاعتها والمزازه بتاعتها بتدي طعم مميز، وخاصه في الحاجات اللي واخده زبده. بتاخدنا لمدرسه المرتة، المرتة اللي هي الناتج بتاع ذوبان السمنه. زبده، مستردة، ليمون غليوا على النار بيدونا طعم المرت. دي المدرسة الطهوية بتاعت المغازي. دوبنا الزبدة، سوري، دوبنا المستردة مع الليمون. نحط شوية زيت زيتون، ده المرينيه بتاع الفراخ اللي هنشويها حلو الكلام. طبعا الطبق ده بريء من الكمون والكزبرة. كل اللي احنا هنحطه هنا شوية فلفل اسود مع شوية بابريكا حلوين كده وشوية زعتر، وخلص الكلام. ادي الفلفل الاسود في قلبيها وشويه الملح التمام والبابريكا والزعتر. اصبحت الفراخ كده جاهزه. ده الزعتر بتاعنا اللطيف. حلو. وعندي ثوم طازه مفروم ناعم عشان يدينا الطعم. ما ينفعش الثوم البودر في الاكله دي.
وجود التوم مع الليمون بيمنع الزفارة. كده الفراخ اتبلت زي الفل اهيت، ده المرينيه بتاعها. نيجي نقطع بقى صدور الفراخ دي بتتبيله حلوه اهو بالشكل ده، حلو قوي يا عم الشيف. ممكن تعملها من بالليل وتحضريها وتخليها في الثلاجه، هتبقي احسن مني يعني. دي تقعد قد ايه يا شيف؟ يعني ممكن تقعد فتره الليل تعمليها قبل ما تنزلي على الشغل، مفيش مشكله. هنخليها جنبنا كده، وناخد صدر الفرخه ده الحلو ده كده، والليمون ده ننزله هنا حلو، وبسكينه حاميه، ونيجي على الفراخ دي يا عم الشيف نقطعها كده. بسم الله. الموزه دي انا عايزها بتبقى دايما اسفل الصدر، خليها زي ما هي كده ببركتها. ونيجي على صدر الفرخه بالشكل ده كده حلو، وده نفس القصة بالشكل ده كده، نفس الموضوع. الموزة باخدها واجي على صدر الفرخة كده لازم صدور فراخ في التتبيلة دي يا عم الشيف. والله لو عندك الفرخة متسحبة ممكن تعملها كلها مع بعضيها مفيش مشكلة، بس انا شخصيا بحب صدور الفراخ بالمرينيه ده. يا حاجه صافيه ازيك؟ ازيك يا شيف بوغازي؟ اهلا وسهلا يا اختي. انا عايزه لحمه الكسكليته اللي هي الشيطان معموله بالجوز عين الجمل. عايزه الكسكليته بعين الجمل؟ ايوه. ربنا يزيدك يا ام حاضر. عينيا عين الجمل من انواع المكسرات الغنيه بالاوميجا 3 اللي هي بتعالج مشاكل الزهايمر. يا حاجه صافيه ربنا يديك الصحه يا امي. اللوز وعين الجمل والبندق، يا بندق. الفراخ اتبلت بالشكل ده كده حلو قوي، نقلبها ونسيبها في المرينيه ده كده لغايه لما الزهره دي او الطاسه دي تسخن معانا. نصيحتي ليكي بقى يا ست الكل، لما تيجي تشوي فراخ او تشوي برجر او تشوي لحمه مشويه، استيك مشوي، ريش، كوستاليتا، لازم يكون عندك جريلا في البيت انت جايباها من مصروف البيت اللي بتاخديه الشهري. يعني كده خلي قرشين كده كل شهر على جنب، لو 10 جنيه 20 جنيه في شهرين ثلاثه اربع شهور هتجيبي حته زهره او حته جريلا تشوي عليها الفراخ وتشوي عليها البرجر، او طاسه سميكه ثقيله الوزن علشان تقدري تحتفظي بدرجه الحراره وتطلع معاك حته اللحمه مشويه بالجوس بتاعها وتبقى لطيفه وجميله. الفراخ خدت لون بالشكل ده كده، سبحان الله ربنا مبارك. الطاسه اتملت فراخ مع سلايز الليمون، انا مش هشوي دلوقتي. حلو الكلام لغايه لما الطاسه تسخن معايا. حلوه. نبص على الرز. ايه الاخبار؟ بالتاكيد طبعا ميته نشفت. جيب لي بقى التفاصيل بتاعه الرز وميته ناشفه، شوف الفقاقيع مكان غلو الميه او مكان الميه ما كانت بتغلي، والتفاصيل الحلوه اللي على الشاشه دي كده. عينيا. انا معانا زعفران. بعمل ايه يا عم الشيف؟ باخد شويه ميه صغيرين من الميه اللي بتغلي ده كده واحطهم على الزعفران ده كده. حلو قوي. وزي ما هم كده بوزع الزعفران ده كده، بحطهم كده اهو. شفت القرن الفلفل هنا لعب دور ازاي؟ واسيب ده كده واغطي الحله دي زي ما هي، ما اجيش جنبها، واغطيها واسيبها. واخد بعض دلوقتي واطلع فاصل صغير بعد ما اعمل التركايه الحلوه دي كده. ايه اللي انت حطيته يا عم الشيف؟ زبده تسيح على الزعفران، مش هقلبها برضو، واغطي الحله بتاعتي دي كده، وناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير. بعد الفاصل اسرار شوي الدجاج او صدور الفراخ ونحافظ على الجوس بتاعتها والمرينيه بتاعتها والطعم بتاعها، ومعانا كمان البطاطا الحلوه المقليه الكريسبي بالسكر وشويه رز بسمتي تاكل صوابع كره. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد.
البطاطا الحلوة الجميلة بتاعت الريف المصري والصعيد المصري وخير أرضنا. البطاطا من الدرنيات اللي موجودة في الأرض زي البطاطس، البصل، الجنزبيل، التوم، الجزر، دي فصيلة الدرنيات أو عائلة الدرنيات. منها البطاطا الحلوة، وليه سموها حلوة؟ لأن هي حلوة. تعالوا نعملها حلوة النهاردة بالسكر والقرفة. مقاديرها على الشاشة. بطاطا بقشر فيها وبقطع فيها، معانا قرفة وسكر بودر، وخلص الكلام وزيت للتحمير. المقادير على الشاشة بسيطة وسهلة، لا تتعدى أصابع اليد الخمسة وليس العشرة، ولكن لما هنعملها هتاكل صوابعك وراها. حلو الكلام. نقطعها كده زي البومفريت، على فكرة أنا بحبها جدا. ويا سلام لو حطيت عليها شوكولاه، ويا سلام لو حطيت عليها صوص فراولة. بجد يا شيف؟ جربي. إذا أنا بخترع أنت جربي اللي بقوله ده. دي بطاطا حلوة. إيه الحلاوة دي؟ إيه الجمال؟ اللون نفسه يفتح الشهية. اللون البرتقاني العلم أثبت اللي ملوش نفس ياكل ما يجيبش طرش، يجيب اللون البرتقاني أو يلبس بلوزة برتقاني أو تيشيرت برتقاني. بجد والله بيفتح الشهية. أو يبقى فيه ألوان على الأكل لونها برتقاني زي الجزر، زي القرع العسلي. قطعناها بالشكل ده كده. عندي زيت شديد الحرارة اللي احنا بنحمر فيه البطاطس عادي. زي الفل. ولكن خلوني قبل ما اروح لقلي البطاطا اتكلم عن حاجات مهمة جدا. وانت بتشتري البطاطا دي ما تشتريش البطاطا اللي فيها إخرام، عشان بيبقى فيها طبعا حشرات. دي رقم واحد، دي من الدرنيات. رقم اتنين، البطاطا والبطاطس والبصل بيبقى طبعا مكان الارض الطيبه الجذور بتاعتها بيبقى فيها طينه، دي بتحطها في ميه وتسيبيها كده براحتها، الطينه دي تبوش والجلده من بره تبقى نظيفه وزي الفل. وتجيبي ليفه او سفنجه بتبقى مخصصه لغسلي بيها البطاطا والبطاطا والجزر قبل التقشير، مهمه جدا. غسلتيها زي الفل تبداي تقشريها. اوعي في حياتك تقشري بطاطا او بطاطس والطينه على القشره، هينتقل الرمله والربر ناعمه جدا ليها، وهتلاقيك وانت بتاكليها في بابور زلط تحت اسنانك. رمله جايه منين؟ تقولي بتعف الزيت، العف السمنه، مالناش دعوه. انا اللي بقوله ده مهم جدا. قبل كل حاجه تتغسل كويس جدا جدا. طريقه الغسيل بتحطها في ميه بارده من الحنفيه وتسيبها وقت كبير، هتطلعيها تدعكيها جامد تضف معاكي بالشكل ده كده. تبداي تقشريها، القشره نرميها مش عايزينها. بعد كده نقشرها بالشكل ده كده ونقطعها كده اهي زي البومفريت. البطاطا من الريف المصري والصعيد المصري زي الفل. هناخد البطاطا دي ونحمرها في قلب الزيت. ما يكونش الزيت شديد الحراره جامد، زيت 3 ارباع درجه الحراره بتاعته. بالشكل ده كده بنسقطها هنا في قلب الزيت. زي الفل. واسيبها تستوي وتتحمر، تبقى مقرمشه كده وتاكليها بتاكل فوزدو. عليها سكر بودر وشويه قرفه حلوين. مش عايزه سكر بودر ولا قرفه وهي طالعه من النار، حط عليها شويه كاكاو. يا دلعك يا مغازي، والله جت ازاي ما اعرفش، لسه دلوقتي جايه لي في راسي. كاكاو بتاع مشروب الكاكاو اللي بتحطيه في الكيكه بدل السكر البودر. بقت البطاطا الحلوه بالشوكولاته. اللي بيحب شغله يا اخوانا ربنا بيرزقه، ما بيرزقوش بالفلوس، ما الفلوس دي بتيجي بعدين. بيرزقه بالفكر، بيرزقه بالتطور، بيرزقه بالابداع. اي حد في الدنيا حتى اقل مهنه في الدنيا بيحبها ربنا بيديله الابداع، بيلهمه. الهام ده نعمه من عند ربنا لا تقدر لا بمال ولا بملايين. خلوا بالك، والله الكاكاو دي جالها ولا اعملها بالكاكاو وهي سخنه طالعه كده بدرجه الحراره، بدل ما تحط سكر بودر ولا قرفه حط شويه كاكاو وقلبيها جامد. يا ويلي، حلو الكلام. هنسيبها تتحمر. عيني يشوف الرز مع بعض. ادي الرز يا دلعك اهو جاهز، هنقلبه. صحت مطرح ما راحت بقى يا فاروق، بيقول لي الزبده راحت فين؟ انا هستنى على الزبده ولا تستنى على الرز؟ اهو ما لازم تسيح وتنزل جوه الرز، انت عايز تشوف الزبده مكانها الراجل يا طيب. الرز نغرفه بالمره ونخلص منه. يلا بينا. جاهز الرز. الف هنا وشفا للي ياكل. الرز فين؟ هنا. شو
شويه رز بسمتي حكايه. ونشيل ده من هنا عشان نحمر الفراخ بقى، ونقف على تحميرها كده ونقدمها بطريقه ايه طليق بيها. ادي الرز، بسم الله الرحمن الرحيم. شويه رز حكايه. الاولاد دايما لما بيخرجوا بره مع الفاست فود مع الفراخ، في محلات بتعمل الرز ده كده، نيجي ناكل منه لا رائحه ولا طعم. انت اعمليه في البيت يا اختار، حتى لو هتاكله بره خديه معاكي كده ايه طبق جانبي، مفيش مشكله. خلي في مدرسه كده عندك، احنا خارجين ناكل بره، في حاجات ممكن ناخدها كده معانا ونستاذن المطعم اللي احنا فيه ان احنا نجيبها. يعني ناخد معانا الرز، انا والله العظيم عمري في حياتي ما اكلت رز بره، ولا سلطه. انا بقول لكم على حاجات تفاصيل بتاعه الشيف، لا رز ولا سلطه. شوط الرز دول حلوين عشان بضمن الميه اللي انا سالق فيها الرز. الرز اتغسل ولا ما اتغسلش؟ خد حقه في السوى، لان انا من الناس اللي بيحب الرز مستوي ويل دان، سوى زياده. ما خلوش يكمل سوى في معدتي ويجي لي انتفاخ وتجي بطني تكبر بقى والجو. انا باكل كل يوم رز بس باكله مستوي جامد جدا. قرن الفلفل ده حبيبي، تعالى يا غالي هنا. حلو قوي، الف انا وشفا للي ياكل، تمام؟ صحة. طيب. تعال نشوي الفراخ مع بعض. وترتيبك للمطبخ وانا شغال كده هو ده الترتيب الصح. الرز خلصنا منه. طبعا لو انت عامله السفره في البيت دي ما تغرفوش غير مع الاكل كله. تنقليه على جنب وتخليه. الفراخ تبلتها وجاهزه. تحطها في الثلاجه عشان الجو حر. البطاطس بتستوي في النار او البطاطا الحلوه بتستوي في النار. حلو الكلام؟ تعالوا نشوي الفراخ مع بعض. حاضر يا فندم. تعالوا نشويها كده. طريقه الشوى كمان مهمه جدا. لازم تكون الجريلا سخنه بالشكل ده كده، وهو في حياتك تشوي برجر، تحمري سجق، تحمري كبده، الحاجات دي كلها الا على جريلا سخنه او في طاسه سخنه. علل ولماذا؟ عشان نحافظ على الجوسي او السوائل اللي موجوده جوه حته اللحمه او الفراخ. الطاسه هنا اخبارها ايه؟ زي الفل. نحط معلقتين زيت. نعم حاضر عينيا، عايز اشوف البطاطا اللي بتغلي في الزيت. شوف الحلاوه، شوف الجمال، شوف خير ارضنا. احنا عندنا حاجتين العالم بيحسدنا عليهم والله العظيم بجد. انا بكلم، انا سافرت العالم كله، انا لفيت الكره الارضيه بحكم شغلي، الكلام ده من 10 سنين تقريبا. حلو الكلام. ايه هو يا عم الشيف؟ البطاطس والبطاطا الحلوه والقرع العسل والمانجا، الحاجات دي بتطلع من ارضنا ما فيش زيها في الدنيا بجد للامانه. يعني في حاجات كتيرة يعني، بس أنا بقول لحضراتكم على حاجات اللي هي بتطلع من قلب باطن الأرض الطيبة مصر. شفت؟ الله. سيبيها تتحمر وتاخد راحتها عادي. والزيت يكون زيت غزير. تعال ناخد الفراخ ونشويها. يلا بينا. ممكن يا شباب تطلعوني فاصل وأنا عايش كده مع الفراخ، إيه رأيكم؟ يلا بينا. نحط الفراخ على الجريلا. واستاذن حضراتكم عيني. عايز الجريلا املاها لك؟ حاضر يا عينيا. حبيب هارت. فراخ مشويه بالزبده والليمون. خلينا نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نرجع لاسرار عمل الفراخ مشويه زبده وليمون هتتقدم ازاي. شويه الرز بالزعفران قدمناهم لحضراتكم. البطاطا الحلوه هنعملها حلوه، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. بطاطا حلوة من خير أرضنا، الأرض الطيبة، الريف المصري والصعيد المصري. البطاطا هناك بالشوال، تقدر تعمليها بطاطا بالكريمة، بطاطا بالبشاميل، بطاطا مشوية، بطاطا مسلوقة بالحليب والعسل. نرجع بقى للاختراع، بطاطا مقلية كريسبي
بالسكر والقرفة. هي بصراحة مش محتاجة سكر، حلاوتها وجمالها. فكرة الكاكاو دي اللي ربنا رزقني بيها، جربيها قبل مني وهي طالعة من النار سخنة، معلقتين كاكاو اللي بتحطيهم في المهلبية حطيهم عليها وقلبيها وهي سخنة. ولما بقول هي سخنة تحتها خط. نعم يا عمير، خليك تجربها بعد ما نخلص. انا عارف بعد ما نخلص هاكلك حبتين ثلاثة حلوين، بس ما تزودش. يا راجل تعجن مين بس؟ ده الكلام ده تقوله فين الكلام ده؟ شوف البطاطا ده، شفت ازاي بتتدلع في قلب الفلاير اهوت. واحطها تاني واسيبها شويه تهدى كده وارجعها تاني. ليه ترجعها تاني يا شيف؟ عشان تاخد التحميصه بتاعت الكريسبي. زيت يسخن، بطاطا تبرد، تنزل في درجه حراره الزيت، تطلع معاك الكريسبي. دي مدرسه، سيبيها شويه. دي طريقه الاليه. ما تطلعهاش من الزيت وتطلعها مره واحده. عشان تسمعها صوتها تحت اسنانك وانت بتاكليها. حلو زي الفل. نروق الدنيا كده ومجهزين طبق التقديم. تعالوا نشوف هنقدم الفراخ دي ازاي مع بعض. معانا كوسه وفلفل احمر واصفر. عايز اقدمها بطريقه جديده واحنا مع بعض كده. احنا معانا وقت، ولما يكون معايا وقت بنبدع. الكوسه دي اخدها كده حلو، واشيل قلبها نفس الطريقه كده. هتتقطع الخضار ده، يتقطع جوليان كده بطريقه حلوه هتعجبك. تقدر تقدميها بشكل حلو لاولادك. واخد الخضار ده يا عم الشيف بحطه في ماء مغلي بقليل من الملح. نتفرج على الكوسه دي، هيبقى لونها حلو قوي. الطريقه دي هتعمليها مع كوسه، تعمليها مع جزر، تعمليها مع فلفل الوان زي ما انا هشتغل دلوقتي. اتخلص من الحاجات البذور، انا عايز اقدمه بشكل حلو كده. سكينه صغيره برضو من المصروف، يعني بناخد المصروف ايا كان بقى، مش عايزين نخش في تفاصيل. تقول لي هو فيها شيف حد بيدي؟ لا والله في مصروف وفي تحويشه وفي حاجات تحت البلاطه. هنتكلم الحقيقه. طلع منه واشتري السكينه الصغيره دي ب 40 جنيه ولا ب 30 جنيه. ماسكها في ايديا كاني بشتغل بصباعي. استخدمها بقى في تقطيع المانجا، تقطيع الخضار بالشكل ده كده، وأوريلك دلوقتي هيتقطع ازاي. حلو، والفراخ بتستوي على النار، ما عنديش مشكله. وانا منتظر الزيت يسخن معايا شويه، لان الزيت لازم يكون هنا شديد الحراره. باخد الفلفل ده كده، شفت الطريقه دي كده اهو، ونقطعه كده. اللهم صل على النبي. لو جبت كبة ولا جبت أي خلاط عمره ما يقطع لك الخضار زي ما أنا قطعته كده. تحت إيدك. ناخد شوية الخضار الحلوين دول يا عم الشيف زي ما هما كده، بنحط عليهم شوية ملح، الله، وشوية فلفل، الله، ونقلبه. مجرد ما احط الملح والفلفل وناخده زي ما هو كده يا عم الشيف ينزل في الماء المغلي، الله. ده هنقدمه مع الفراخ المشوية. زي الفل. ونروق الدنيا عشان نشوف الانتاج بتاعنا، واللي ملوش عوز هنشيله بالشكل ده كده زي الفل. تعملي ديك رومي بقى، تعملي فخده ضاني، اهم حاجه النظافه. حلو، الخضار جاهز. ده مش طبعا مش هسيبه يغلي كتير، ده كفايه عليه قوي كده. على النار، مكعب زبده في قلب الماء المغلي،
يديله لمعه، يديله طعم. ده الخضار السوتيه على طريقه المغاز. نخلص من البطاطا، ننزل بيها في قلب الزيت. يلا كده نجيب لحظه ولاده البطاطا. البطاطا البطاطا يا عيني يا البطاطا. خلاص لازم الزيت يسخن جيدا في درجة حرارة عالية جدا، تكون البطاطا بردت. زي الفل. اقفل النار، اطلع بالبطاطا. اخوتها نسقطها هنا. الله، ايه الحلاوة دي يا شيف؟ ايه الجم وهي سخنة؟ القرفة الناعمة معانا. بس زي ما قلت لحضرتك، جربي موضوع الكاكاو في اللحظة الحرجة دي. جيبي كاكاو وحطيه. أنا لسه ما جربتهاش للأمانة يعني، بس هجربها. سكر بودر، ما نكترش، هي كده كده حلوة. يعني بقى يعني اللي عايز بقى يجود جامد، عندنا صوص البستاشيو اللي هو الفستق، تحطيه عليها. رحنا في مكان تاني بقى. دي الغناوه بقى، بيستاشيو كده يتقدم جنبيها وتغمسها كانه كاتشب. يا ويلي يا ويلي. دي جاهزه، تعالوا نغرفها. لا جميله يا شيف والله، تسلم ايدك يا راجل يا محترم. الله، سامعين الصوت ده؟ سامعين صوت الخروشه ده؟ دي بطاطا فصيلة الدرنيات، ونوع حلو لطيف وجميل، كل ما يبرد كل ما يحلو، بس للأمانة كلها وهي سخنة. احنا عملناها لحضراتكم آيس كريم على ما أعتقد، عملناها يا أستاذ رحاب آيس كريم ولا لسه؟ عايز أعملها آيس كريم زي القرع العسلي كده. شفت شربت السكر والقرفة إزاي؟ نعملها الأسبوع الجاي. ممكن نعملها بالكاكاو، بس لما انا اجربها الاول. لازم الكاكاو ينزل على البطاطا واغني لها كده وهي سخنه. الف انا وشفا. خضار السوتي اخباره ايه؟ جاهز؟ جاهز. فراخ جاهزه؟ جاهزه. الله الله. تعال نقدم بقى الحلو ده كده والجمال ده كده واحنا مع بعض، واحدة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. دي سخنة، خلي بالك خلي بالك يا مغازي، عايزينك عايزينك تكمل المشوار. دي سخنة. يلا يا حلوة تعال، اللهم صل على النبي. برضو دي بالمصروف يعني، مش تخسري حاجة. ثلاثة تعريف. ناخد الخضار السوتية. ركزي معايا يا أمي، بيدك تصنعي السعادة جوه بيتك، وتبقي صانعة السعادة جوه بيتك. ده خضار سوتية. إيه الجمال ده؟ إيه الحلاوة دي؟ عندنا وبس. الفراخ جاهزة، شيلها برضو كده. اللهم صل على النبي. انا بصراحه للامانه هاكل الخضار السوتيه واسيب الفراخ. شفت الجو ده كده؟ طبعا واحنا بنغرف الاكل الجميل الحلو، العين بتاكل زي ما قلت لحضراتكم، في الوان بتفتح الشهيه. عملنا البطاطا الحلوه على الطريقه المغازيه، بهديها للريف المصري والصعيد المصري اللي بيتابعنا في كل محافظات مصر وصعيد مصر الجميل. عملنا الرز البسمتي. الله الله. وعملنا فراخ مشوية، تقدميها لأولادك بالشكل ده كده هيفرحوا بيكي.
ويبوسوا على ايدك ويقولوا لك يا ماما تسلم ايدك يا مامتو. رؤيا فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.